السلام عليكم، حبيكم على هذا الفيديو كيتعلق بالطابليت مي ماب سليت باد ان جي 9708 دي سي. غنشوفو في الفيديو الطريقة ديال ريباراسيون ديال المشاكل ديال ديماراج الطابليت، ميزاجور فلاش. أول حاجة غندخلو للموقع، نخليكم اللي تحت الفيديو تيليشارجو الفلاش. من بعد غادي نجيو نديرو اكستراير للفيشي اللي تيليشارجينا، نحتاجو غير هاد الدوسي لداخل، نبركو عليه ونجروه لبرا. من بعد غادي ندخلو للدوسي لداخل ونمشيو نديرو اكستراير تاني لللوجيسيال لوتي باش ندوزو الفلاش. هذا هو المانيوال الفرنسي اللي بغيتي تشوف طريقة الفلاش ميزاجور، و هداك اللي فوق منه بالانجلي. ندخلو دابا نلونسيو لوتيل ايماج بورن تول. نمشيو دابا عند فاي الاختيار الاول، ونمشيو نختارو الفيشي الفيرموير كاينه في الدوسي، هي هادي نختاروها. دابا غادي نمشيو نرجعو عند الطابليت، كما قلت لكم غتكون برونشيه مع البيسي طافيه. غنبقاو نبركو دابا عليها في بوطون باور ما بين 6 حتى 7 مرات، شوية غادي ديتيكت عندنا في البيسي. وغنمشيو نسطاليو الدرايفر، الدرايفر راه كاين في الدوسي اللي ندير هاد لوتي اللي لونسينا. هي هادي مازال مسطاليوش، ديرو بوطون دروا ميزاجور، نهبطو الاختيار الثاني باركوغيغ، وغادي نمشيو لعند الدوسي فين كاين الدرايفر، هو هذا USB سويفون. نتسنى شي عطينا هاد الميساج، نديرو انستالي كوم ميم. صافي تيرميني اتصطالات. دابا غنرجعو لعند لوتي، غنلقاوها بانت لنا تما في شي بور، هي بانت لنا في البور 4، هي بانت في البور 4 وهي بانت حتى الفوق. دابا غنجيو نبركو على ستار وما نحادو حتى شي حاجة، نحاولو ما نبرونشيو الشكل USB، نزولو شي حاجة ولا هذا، بالخصوص حدا البور فين راكبة الطابليت باش ما يتقطع لناش العملية ديال الفلاش و تسكت لنا الطابليت. دابا هي سالات، نبركو على ستوب وكان كنكون سالينا الشرح ديالنا.
اتمنى يكون الفيديو يعجبكم. ما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم ديما الجديد، وجيم بارطاج، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.